الجميع. نشكر القائمين على هذا العمل. الهجرة الدولية التي دائما تقدم لنا مشاريع مستدامة ومشاريع يستفيد منها مساحة كبيرة من المواطنين، ونحن كسلطة محلية سنهتم أيضا بالمنطقة، وهذا واجب علينا، وسنوفر بأمر الله تعالى المبنى المناسب تربية والتعليم، مدرسة قد سموها أبناء المنطقة باسم الزعيم علي عبد الله صالح. لذلك نحن نتأمل من الأخ النائب أن يقوم بالبناء السريع لهذه المدرسة، الأخ العميد طارق محمد عبد الله صالح، وهو قد أقام أكثر من مشروع. نحن سعيدين جدا طبعا هذا اليوم لافتتاح ثلاثة مواقع لمشروع المياه هنا في القوقة في الساحل الغربي، التي أقامتها المنظمة الدولية للهجرة. وسعيدين أكثر أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع التنموية المستدامة التي طالما نادى بها القائد طارق محمد عبد الله صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، الذي يولي اهتمام كبير لمديريات الساحل الغربي وخاصة في المشاريع المستدامة. نحن سعداء جدا بهذه المشاريع ذات الديمومة التي تخدم النازحين والمواطنين، ونأمل من بقية المنظمات والمانحين أن يدعموا هذه المشاريع التي تحتاجها المنطقة.